بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده 11 نوفمبر 2014. انا اسمي احمد الشاذلي، مدرس مساعد في قسم القلب عين شمس. النهارده احنا في جروب دكتوره ميرفت، احنا جايين نتكلم النهارده في الكونتينوس ميديكال اديوكيشن على الريسنت جايد لاينز بتاعت 2014 بتاعت الاكيوت بالمري امبوليزم. هتبقى مش محاضره طويله، ما فيهاش ديتيلد ابديتس، بس هتبقى فيها الموست امبورتنت بوينتس اللي حطوها في الجايد لاينز الجديده دي. اول حاجه هندي بس هنت صغير قوي على الميكانيزم بتاع الهيموداينامك كولابس ان اكيوت بالمري امبوليزم. الميكانيزم دي في اي زياده في الافتر لود، سواء حتى ايفن على الليفت فينتريكل او الرايت فينتريكل، اكيوت انكريز ان افتر لود ده بيعمل سيمبلي ان انت بيبقى مطلوب من الفنتركل ان هو يعمل ايفورت اكتر عشان يوفركم الافتر لود ده، فبيحصل تنشن عالي على الوول، فبيحصل اوكسجين ديماند بتاع الفنتركل وول دي تزيد، فيبتدي يحصل اسكيميا، فيبتدي الفنتركل ما يقدرش يضخ دم اكتر او يوفركم الافتر لود، فيزيد التنشن اكتر فتزيد الاسكيميا، فيقل الورك بتاعه، يخش في الفيش سايكل بتاعه الكولابس. دي بتحصل في اي اكيوت افتر لود انكريز، مشهوره جدا في بالمري امبوليزم على رايت فنتركل، رغم ان رايت فنتركل من يعني اللايبيلتي بتاعته الاسكيميا بتبقى قليله، بس ستيل في الاكيوت بالمري امبوليزم الاسكيميا بتبقى فيري امبورتنت شيرنج فاكتور في ان هي تعمل فيلير، اكيوت فيلير في رايت فنتركل وتعمل هيموداينامك كولابس. ده سيمبلي الاسكيميا نتيجه ايه؟ الكومبريشن ولا الكومبريشن بتاع السب انا اسمي خير عبد الله، الكومبريشن بتاع السب انكارديم ولا ايه يعني؟ هي نتيجه الوول تنشن كلها، يعني هي نتيجه ان زياده الافتر لود بيحصل اسكيميا ميلي في الاول بتيصاب الاندوكارديا، بعد كده بتبقى ايفن في كل الوول يعني ترانس ميورال. هو عامه الصاب الاندوكارديا في الرايت فنتركل بيبقى في دايركت برفيوجن من البلاد اللي جوه الرايت فنتركل، بس ستيل التنشن بيزود الاكسجين ديماند، وهي قصه ان يبقى في زياده في الاكسجين ديماند وفي نفس الوقت انت مطلوب منك وورك زياده وفي نفس الوقت مطلوب منك كورونري برفيوجن اعلى، دي هي اللي بتدخلها بيش السايكل. انت مطلوب دايما منك ورك لود عالي بيعمل لك اسكيميا ويخليك مش قادر تكوب مع الورك لود ده، فخليك دايما تخش في بيش السايكل دي لغايه ما احنا الانترفين حسب اللي احنا هنجيبه في ريسنت جايد لاينز ان احنا نحاول نبلوك البيش السايكل دي. هو اهم سؤال بس ما يكون في سسبكتد بالمري امبوليزم ان احنا نسال البيشنت ده هاي ريسك ولا مش هاي ريسك، ده هو الكي، ده الكي كويشن بتاع اي ابروتش لاي بيشنت بالمري امبوليزم. وهو بصراحه سهل جدا لان هو سيمبلي الهاي ريسك معناها ان البيشنت ده هايبوتنسيف او شوك، والشوك هو اكيوت سيركيولاتي فيلير، يعني البيشنت ده مش برفيوز والديفينيشن بتاعه مش بس ان الضغط يبقى تحت 90 60، بس البيشنت فيه مانيفستيشن اكيوت سيركيولاتي فيلير ويبقى مال برفيوز وحد يحصل اكيوت رينال شات داون او يبقى هايبوتنسيف. الهايبوتنسيف دي من الجايد لاينز اللي فاتت حطوا ديفينيشن هايبوتنشن في البيشنت سسبكتد بالمري امبوليزم، وقالوا ان لو سيستوليك بلاد بريشر احنا عارفين البيز لاين وبنراقب العيان ده مثلا سي ضغطه 180 لو قل اكتر من او يساوي 40 سيستوليك بلاد بريشر ان اكسبلين الفتره اكتر من 15 دقيقه احنا ما عندناش سبب، البيشنت ده ما كانش هايبوفوليميك، ما كانش فيه اي اريثميا او اي حاجه تفسر الهايبوتنشن او لا دراج انديوسد، فاحنا دي هتعتبر هاي ريسك كريتيريا، هتعتبر هاي ريسك بالمري امبوليزم. او لو ما فيش الكريتيريا بتاعت الشوك او الهايبوتنشن اللي اكتر من 15 دقيقه اللي مش اكسبلين هنصنف البيشنت ده نوت هاي ريسك، وده ليه ابروتش ثاني خالص. طبعا واضح ان الهاي ريسك ده محتاج ابروتش في الانفستيجيشن وفي المانجمنت مختلف تماما في السرعه وفي الاجريشن عن البيشنت اللي مش هاي ريسك. ممكن ترجع تاني اللي هو ايه هاي ريسك بالنسبه للهاي ريسك؟ انا رجعت تاني يعني البروبشن بتاع عشان بس يسجل عشان هو بيقول لي لو رجعت سلايد ما continue recording بس طيب قلت ان البروبشن ينزل 40 على مكان عليه سيستوليك بلاد بريشر عندك كده الراجل جاي البروبشر يعني انا اعرف ما هو لو واطي ما هو الكريتيريا الاولانيه لو ضغطه اقل من 90 على 60 دي كريتيريا سيستوليك يعني قصدي سيستوليك اقل من 90 سوري مش لو سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 دي خلاص دي كريتيريا فيشن جاي ديسنيك جاي من شنو ديسنيك وجاي من شنو سيستوليك بالمري امبوليزم وبي بي تي والفيشن ده جاي انا سبوكتاكيبنيك وهايبوكسيك والاي بي جي بتاعه موري هايبوكسيا وهايبوكاربيا
في سي او توش يعني، وفي نفس الوقت انا سسبكتنج وعنده بقى جي بي بي عالي، انا سسبكتنج ده بالمي بليزن. في نفس الوقت بقيسه الضغط لقيته 83 سيستول، ده خلاص ده هاي ريسك بيشنت يعني، ده لو بالمي بليزن هيطلع هاي ريسك، وده لازم ابتدي انفستيجيت بسرعه وابتدي ابقى اجريسيف في العلاج بتاعه. او البيشنت ده عندي في الرعايه وانا بعالجه باي حاجه ثانيه، مثلا هو اكيوت هارت فيلر وضغطه، بس هو السيستول بتاعه دايما 150 160. جيت النهارده بمر عليه بيشنت ديسني، بقيسه الضغط لقيته 100 100، وانا عارف ضغطه كويس، عملته الضغط ونزل 100 ومفيش اكسبلانيشن، لا هو في مثلا كونجشن زاد على البلمي كونجشن زاد، ولا هو بقى في فاين ريلز عاليه، ولا في اي اكسبلانيشن بالنسبه لي القصه دي. فانا هعتبر ان الهايبوتنشن ده والريزستنج اوت دي وانا مش لاقي له اكسبلانيشن بالنسبه لي، هعتبره ده طبعا هاي ريسك لو انا اي ديد بروف الدايجنوست بتاعته اكيوت بلمي امبريزم. طيب يبقى الالجوريثم ده محطوط قال ان احنا خلاص احنا سسبكت دلوقتي جالنا بيشنت واحنا سسبكت ان هو بالمي امبريزم هاي ريسك، فده هيخليني ما عنديش رفاهيه ان انا ابتدي اعمل انفستيجيشن بسيطه او انفستيجيشن لها سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي قليل. انا لازم اعمل انفستيجيشن غالي ده كوست بنفيت عالي، محسوب ان هو الكوست بنفيت بتاعه كويس قوي، وفي نفس الوقت بقى الهاي سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي، فانا اي ويل جو فور سي تي بانوري انجيوجرافي ايميديتلي. وطبعا هو احسن حاجه في السي تي بانوري انجيوجرافي في الاكيوت بالمي بليزم المالتي ديتكتور. المالتي ديتكتور سي تي بيعمل الكاتس تبقى قريبه من بعض بينهم شورت ديستانس، فيوضح حتى ايفن لو في بالمي بليزم في الديستال سيجمنتس يوضحها بالاكيرسي يعني. طيب انا لو عندي سي تي بالمي انجيوجرافي لو موجود افيلبل عندي في المستشفى اللي احنا فيها، وده موجود عندنا في الدمرداش وفي عين شمس خصوصي في المستشفى اللي احنا شغالين فيها، فخلاص انا هعمل سي تي بالمي انجيوجرافي. لو طلع بوزيتيف خلاص ده بالموري امبوليزم، وهبتدي اعمل علاج البالموري امبوليزم هاي ريسك اللي هو هيبقى زي ما هنقول بعد كده برايمري بيرفيوجن، هدي ثرومبوليت وطبعا هدي كاجريشن. لو طلع السي تي بالموري انجيوجرافي نيجاتيف احنا هنسيرش في الاذر كوز، بس هما دايما حاطين في الجايد لاينز ابتدى يحصل ابروتش بتاع جايد لاينز في اي حاجه في الثرومبوليزم، حته الكلينيكال سسبشن بتاعك ابتدى ياخد ليفل اوف ايفيدنس عالي، ان انت ستيل لو انت معظم الساينز بتاعتك ماشيه مع ان ده بيشنت بالمي امبوليزم انت هتصدق سي بالمي انجيوجرافي، بس انت هتستيل بوتينج ان يور كونسيدريشن ده بالمي امبوليزم، وممكن حتى ايفن تدي انتي كوجليشن على يور كلينيكال سسبشن رغم ان سي تي بالمي انجيوجرافي مش مديك البوست ريزلت، وفي بيت فولز عاليه ساعات او مش عاليه يعني، في بيت فولز موجوده في سي تي بالمي انجيوجرافي فولز نيجاتيفز بالذات في لقوا ان هي بالذات التيومر بالمي امبوليزم اللي هم الناس اللي عندهم مالينسي ومش ترامبول بولك بالمي امبوليزم، الناس اللي عندهم تيومر بالمي امبوليزم ده بيبقى فيه فولس نيجاتيف عالي في السي تي بالمي انجيوجرافي عن الثرومبو امبول. يعني انا هو هم دي كانت من الحاجات الجديده اللي حاطينها في دي، قالوا ان احنا ما تبقاش مطمن قوي لو انت مجمع انت سسبكت ان ده كويس قوي ما هياش خلاص اللي هو بالظبط يعني حتى ايفن كانوا في سيناريو قلت لنا كلينيكال سسبشن ما اصليا هاي ريسك الهاي ريسك ما في البروبابيلتي مش مهمه فيه، البروبابيلتي هتبقى مهمه في النوت هاي ريسك، هم كاتبين حتى ايفن في الالجوريثم يعني انت بس انت لو انت عملت ده هو هاي ريسك وانت لقيته نيجاتيف ستيل هتعتمد على كلينيكال بروبابيلتي تاني من الاول لو لقيته نيجاتيف لو لقيته نيجاتيف طبعا، بس انا قصدي ان انت لو لقيته نيجاتيف وانت معتمد على البروبابيلتي بتاعته عاليه جدا هقولها بعد كده يعني، بس قصدي ده الالجوريثم بتاعنا يعني عامه هقولها بعدين. طيب لو انا ما عنديش السي تي بالموري انجيوجرافي موجود وانا في نبطشيه والسي تي عطلان او اي حاجه، فانا الايكارديوجرافي ده يعني ده هيبقى جود ريبليسمنت، وانا هدور سيمبلي انا مش هعمل فول ايكارديو، انا هعمل حاجه اسمها فوكس يعني ان انا ليميتد على الرايت سايد بتاعت الهارت، ان انا اشوف ان في ساينز اوف اكيوت انكريز افتر لود بتاع الرايت فنتركل وزياده، زي طبعا ما يكون في شويه حتى ايفن مايلد اب تو سيفير تراكيال ريجستريشن والار في ستوب بريشر كالكوليتد مني بالبرنولي ايكويشن ان هو عالي، او في بوزيتيف ماكونال ساين يبقى الايبكس بتاع الرايت فنتركل ويل كونتراكتنج بس في هايبوكينيزيا سيجنيفيكانت في البيزل والميد سيجمنت بتاعت الرايت فنتركل، او ان في بالمري فالف عليه حتى ايفن مايلد تو مودريت بالمري ريجستريشن ومحاسب عليه مين بالمري ارتي بريشر ستيل اعلى من الطبيعي، معاه طبعا الساينز الثانيه ان هو البيشنت ده هايبوكسيك ان هو ماشي مع الساينز كلينيكال ساينز بتاع بالمري امبليز. لو البيشنت ده جه والايكو طلع الريزلتس دي انا اقدر على الايكو ده لوحده ان انا ابدا علاج البرايمري ريبرفيوجن. النقطه دي واضحه ولا عايزها تاني؟ معلش هل ممكن في الاكيوت
انت مين؟ احمد رضا مهندس. هل ممكن في الاكيوت بالمر انكريز الار في فانكشنز تاثر بحيث ان انا ما يبقاش الار في اسوي عالي؟ يعني هل ممكن في عيان ميبقاش فيه الرايت فنتريكولار فانكشنز تتاثر بحيث ان السولار بريشر ما مش عالي؟ يعني نلاقي سي بي ار تي ار بس السولار نورمال زي اول كيس نو جريدنت سي بي ار اوتشنز نفس الحكايه. هل ده ممكن يحصل في الاكيوت بالمر انكريز؟ والله لو البيشنت ده اصلا هيلثي يعني هو الرايت بتاعه نورمال اصلا نورمال دايمنشن نورمال ستريك فانكشن مش متوقع ان هو مره واحده يخش في فيلير وما يعملكش بريشر عالي. يعني هو اصل هو البريشر عالي ده معناه ايه؟ معناها ان مش بس ان الرايت سايد لا قدامه افتر لود عالي، ده معناها ان هو لقى افتر لود عالي والكونتراكتيلتي بتاعته مش قادره تعمل بريشر، وده مش اكسبكتد في واحد نورمال. انا اكسبكتنج في مين؟ ان واحد مثلا عنده كرونيك لانج ديزيز مثلا سي او بي دي ولا حاجه وعنده رايت سايد دايليت وهو اصلا الرايت سايد بتاعه اصلا فير فانكشن وجاء اون توب اكيوت بالمر انكريز، ده بيحصل اكيوت سيستوليك فيلير. ان هو مش بس اكيوت سيستوليك فيلير ان هو مش عارف يوفركم افتر لود، لا ده هو بيفيل تمام مش حتى ايفن يعمل الورك لود اللي اكسبكتد منه. لكن في نورمال رايت سايد اعتقد يعني اعتقد النورمال ار بي او النورمال ار فانكشن مش اكسبكتد ان هو في الاكيوت سيتنج ما يقدرش يعمل بريشر عالي. هو بالعكس ده هو بيحاول بيعمل كومبنسيشن، الكومبنسيشن بالنسبه ستيل عنده ريزيرف في رايت فنتريكل يمينتين بريشر عالي بس مش قادر يوفركم الاوفر لود الافتر لود يعني. طيب يبقى دي اول حاجه خلاص، يبقى دي اهم حاجه في الجايد لاينز، دي ما اتغيرتش يعني الجايد لاينز الجديده ماشيه على الالجوريثم القديم بس حته الكلينيكال سسبشن ده حتى ايفنس هو ادو كلينيكال سسبشن بتاعك في البيشنت قيمه اعلى. طيب لو البيشنت ده مش هاي ريسك بالنسبه طبعا هايبوتنشن والشوك فانا لازم ابقى مايند بقى بروبابيلتي، لان انا بروبابيلتي هما بيحسبوها بالورقه والقلم. انا البروبابيلتي دي هتخليني انا هستخدم انهي تيست ب which sensitivity which specificity وكام عشان ابتدي احط البيشنت ده في الكاتيجوري. فالبروبابيلتي بتاعت العيان ده هتخليني استخدم نوع الانفستيجيشن المناسب ليه ومناسب لحالته. خلاص يبقى البيشنت ده جاي لي بالمر امبوليزم انا لازم اساس البروبابيلتي بتاعته. الجديد في الجايد لاينز دي كان مشهور قوي عندنا في تو سكورينج سيستم بروبابيلتي احنا عمرنا ما عرفنا نحفظه اللي هم الويلز والجنيفا، كانوا يعني دايما القديم يعني مثلا حد يسال يعني الويلز سكور مثلا القديم الاوريجينال فيرجن كان يقول لك ان لو جاله دي في دي قبل كده تدي له 1.5 والريت لو عنده هارت ريت اكتر من 100 يبقى تدي له 1.5، لو جاله هيموكس تدي له 1، لو عنده كلينيكال ساينز ودي في دي تدي له 3. فحسبت وبعد كده يقول لك تحسب السكور ده كله وبعد كده لو من 0 ل1 يبقى له probability، لو من 2 ل6 يبقى intermediate، لو اكتر من 6 يبقى هاي. طبعا ده عمرنا ما حفظناه في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيرجن الجديده بتاعه بتاعه الجايد لاينز دي عملوا حاجه ظريفه جدا ان هم عملوا حاجه اسمها simplified version بقى اي حد ممكن يحفظها، ان انت وقسموها احنا ممكن نحفظها مثلا في الويلز كلاسيفيكيشن او ويلز سكورينج سيستم هو 7 نقط والسبع نقط دول متقسمين لو احنا عايزين نحفظها حسب ال لا انا بس انا عايزه اقول ان بالنسبه للحمص دكتوره مرفه طلعت الاستاذ قال ان بالنسبه للحمص الاوروبيه سوسايتي اوف كارديولوجي منزله الجايد لاينز على الايفون ابلكيشن وانك انت ممكن تحط الريسك بتاع العيان كذا 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 يطلع لك في الاخر السكور ويطلع لك في الاخر الكومبليشن. فيعني نعود الى التكنولوجيا للتطبيقها العملي اللي نحفظ الار ان اي بتاعنا في عمقنا شويه. زي ما كان رابط اي كده فعلا في ابلكيشن على الايفون والاندرويد ان احنا نحسبها بس يعني لا ربما مثلا موبايل فصل شحن ولا حاجه في فيشر هو احنا عايزين الابلكيشن سريع. هو بصراحه السكورنج هو يعني حتى ايفن كان اسد الدكتور ايمن صلاح اساتذتنا في الاسم كان يقول السكورنج سيستم ده مهم وكل حاجه بس هو احنا فعلا مش محتاجينه قوي لان هو البيشنت هاي ريسك يعني لو يعني هو بيبقى كلينيكالي هاي ريسك لما يعني مثلا اقول لحضرتك مثلا هو بريفيس دي جاله بريفيس بالمر انكريز او دي بي تي وعنده كلينيكال ساينز اوف دي بي تي عنده اكتيف كانسر عنده هيموبس جايب هارت ريت اكتر من 100 البيشنت ده عنده عامل سيرجري وامبلايزد البيشنت ده ما عندوش كلينيكالي التيرناتيف دايجنوز يفسر اللي عنده ده دي الحاجه دي اللي مميزه ويلز عن جنيفا. جنيفا مش حاطط القصه اللي هي اخر نقطه اللي هي حته ان انا مش فايكس دي 3 دي 3 نقط بالظبط. ف لو احنا قلنا النقط دي هتلاقي ان النقط دي داز ميك سنس يعني انا لو لقيت انا لوحدي لو البيشنت ده جاي ما بيتحركش ورجله وارمه وسخنه وهو ده سسبكتيفيتي وجاي بليسني وارتي بتاعه 100 هايبوكسيك احنا حسبناها هتلاقيها واخد 5 ف البيشنت اللي هتلاقيه واخد 0 ده هتلاقيه واحد بس مش كيم ديستني
وهارت ريت 100، فبتلاقي واحد 0 او 1. ف يعني البيشنت اللي بنشك فيه لو نوصل بقى ده بالمر بليز او نكتب مثلا ديفرنشال ريسبونس بالمر بليز، ده بيبقى غالبا غالبا بالنسبه لنا بيبقى فوق الواقع، بيبقى واخد لايك يعني مور ان هو واخد بروبابيلتي عالي. بس ايا كانوا حطوا ريفايزد فيرجن او السمبليفايد فيرجن، هم قالوا ان البيشنت ده لو جاله دي في دي قبل كده او هارت ريت فوق 100 ده الويلز يعني، عامل سيرجي ما بيتحركش، عنده جاله موبسز، عنده اكتيف كانسر، عنده كلينيكال ساينز اوف دي في تي. وفي نفس الوقت اللي هي الحاجه المميزه قوي الويلز سكور، ان انت ما عندكش تفسير كلينيكال تاني يفسر المانيشن بتاعته دي. كل وقت كل نقطه من دول تاخد واحد وقسموها بقى، مش لو انترميديت وهاي بروبابيلتي، قسموها لايكلي وان لايكلي. بس قال لك والله لو واخد 0 او 1 ده يبقى ان لايكلي، 2 فما اكثر يبقى ده لايكلي. بس اوكي سمبل ذس، وده بالنسبه للويلز سكور. الجنيفا كان السكور في السمبليفايد فيرجن واخد اللي فات ده كان 7 نقط، ده لغايه 9. ودي اهتمام قوي 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 يعني، ما اداش اهتمام لحكايه انك تلاقي سبب تاني يفسر الكلام ده، بس ده اهتمام للاكزامينشن يعني. ده ان الكلينيكال ساينس بتاع دي في تي هناك من دي واحد، هو هنا قسمها قال لك ان لو يونيلاترال اللي هو اللينك بين ده ده واحد، ولو ان هي سويلنج وهضم سكات ده واحد، فده الساينس دي في تي دي من دي 2. والهارت ريت قال لك لغايه 95 ده ياخد واحد، فوق ال 95 ياخد واحد ايا كان. وقسمها برده لايكلي اون لايكلي، من 0 ل 2 ده اون لايكلي، فوق 2 يبقى ده لايكلي. فدي probability ممكن نحسبها على الموبايل، وممكن يبقى حافظينها بالسمبليفايد فيرجن، او ممكن بالكلينيكال سنس. ده اكسبت ان انت لو كلينيكال سنس ساعه هو جمع كذا بوينت، فده انت لوحدك كده تقول دي دايمر بالنسبه لي، هقوله بقى المره الجايه مش هيبقى اوف فاليو يعني. طيب ال probability بتاعت الاساس بتاع probability البيشنت الكيوت بارمي بليزم اللي هو نوت هاي ريسك، دي هتفرق معانا في ايه؟ انا جالي بيشنت دلوقتي خلاص ضربته كويس، فمش مجمع كراتيا ان هو هاي ريسك، وعملت له probability انا اتقسم عندي البيشنت ده لحاجه من اثنين، يا اما هي از لايكلي تو هاف بارمي بليزم، يعني بالعربي كده ده غالبا عنده بارمي بليزم، او لا ده غالبا ما عندوش، ان لايكلي ان هو ما عندوش بارمي بليزم. البيشنت اللي هو مع اللي انا مش شاك فيه قوي، انا شاك فيه بس مش مشاك فيه قوي، لو انلايكلي ده انا عندي تشانس ان انا استخدم الدي دايمر. الدي دايمر ده سمبل انفستيجيشن بتتعمل، كل القصه ان هو ليه سنسيتيفيتي عاليه جدا بس السبيسيفيتي بتاعته قليله قوي. فهو سنسيتيفيتي يعني ايه؟ سمبل يعني لو فولس نيجاتيف، يعني هو لو فولس نيجاتيف. ف لما يقول ان البيشنت ده بوزيتيف، ده مش معناه ان هو عنده بانورين بليزم، بس معناه ان انا لو قال نيجاتيف لو هو قال ان ما عندوش يبقى ما عنده، غالبا ما عندوش. فدي دايمر ده انا لو عملته وطلع نيجاتيف انا خلاص الراجل ده ان لايكلي تو هاف بارمي بليزم، عملت له دايمر طلع نيجاتيف انا مش هعمل علاج خلاص. طيب لو عملت له دي دايمر طلع بوزيتيف لازم اعمل انفستيجيشن ادق عشان اكونفيرم البارمي بليزم، والانفستيجيشن دي هتبقى سي تي بارمي انجيوجرافي اللي احنا كنا عملناها فروم ذا ايرلي بيجيننج في الواحد هاي ريسك. طيب لو البيشنت ده probability بتاعته هاي، يعني البيشنت ده انا جاي وشايف فيه والسكور بتاعه مديني لايكلي ان هو يهاف بارمي بليزم، الدي دايمر مش هيبقى ليه سيجنيفيكانس، لان هما بيحسبوا الكلام ده ازاي statistically، ان هما لقوا ان probability اللي انت حسبتها لي اقوى من الريزلت البوست بتاع دي دايمر، يعني هما حسبوها كده بالستاتستكس، لقوا ان انت حسبتك بتاع probability دي كانها بوست دي دايمر equals دي، فانت هتبقى في time انك توست يور time and money انك تعمل دي دايمر. يعني انت already الليفل اوف ايفيدنس عندك في السسبشن بتاع العيان ده equals بوست دي دايمر، فهتجو فور على طول سي تي بارمي انجيوجرافي. وسي تي بارمي انجيوجرافي طبعا لو مفيش بارمي امبليزم نو تريتمنت، ونفس القصه اور انفستيجيت فيردر نفس الفكره، ان هو بيقول لك ستيل انت هاي بروبابيلتي وسي تي بارمي انجيوجرافي نيجاتيف، بس ستيل يو هاف ا فيري هاي بروبابيلتي او سسبشن العيان ده فانفستيجيت فيردر. او البارمي امبليزم كونفيرمد فهنعمل تريتمنت. التريتمنت بقى ده اللي هنبتدي نخش فيه النهارده، هو اللي فيه شويه تغيير بسيط يعني في القصه دي. يبقى اول تغيير في الجايد لاينز دي حته السمبليفايد فيرجن بتاعت الجنيفا والويلز سكور بتاع السسبشن بتاع بارمي امبليزم. طيب انا دلوقتي شخصت اكيوت بارمي امبليزم وده خلاص نوت هاي ريسك، فانا عشان ابتدي اعالج لازم اعمل سبسيكوينت ريسك ستراتيفيكيشن للنوت هاي ريسك ده، لان النوت هاي ريسك ده كلمه واسعه، ده في واحد عادي وماشي عليه ومش لسه جاي والسيرم بتاعه كويس، وفي واحد لا هو ضغطه كويس بس السيرم بتاعه قليل وضغطه قليل وهارتف عالي وديستريس، فلازم وده هيبقى ليه علاج وده هيبقى ليه علاج، فلازم اعمل حساب سيكونت ريسك ستراتيفيكيشن. طيب الريسك ستراتيفيكيشن بتاعي العيان اللي مش هاي ريسك معتمد على ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها البي اي اس اي اللي هو بيسموه بالمري امبوليزم سيفيريتي اندكس، او الحاجات اللي هم دايما بقالوا في ديبيت عليهم بقالوا في اخر بالذات 6 سنين،
الكلام بتاع الساينز اوف ار جي دي فانكشن والافتر لود والكارديك لابوراتوري مارك اللي هم التروبونين والبي ام بي اتحطوا في الجايد لاينز دي بشكل واضح جدا. خلاص اتحسمت قضايا كتير فيها واتحطت بشكل بحيث ان احنا نعرف نجيب بنفيت. كان دايما البيشنت اللي مش هاي ريسك لما نخش نعمل له ايكو نلاقي ان في بوزيتيف ماكونال ساين وتروبونين بوزيتيف ما نعرفش احنا فين يعني العيان ده هنعمله ايه نديله ترومبوليتك ولا لا. فما كانتش محسومه قوي. كان دايما يقول لك ان انت ليفل اوف ايفيدنس سي ان انت ده اكسبرت اوبينيون انت هشوف يعني اتس اب تو يو كونسنسس كده. فهنا حطوها الى حد ما في الجايد لاينز بشكل اوضح. هو طبعا البالمونري امبوليزم سيفيرتي اندكس كان ليها برضو الاوريجينال فيرجن حاجه كده غريبه يعني يا اما يديك بلس 10 وبلس 30 وبلس 10 وبلس 20 فبرضو طلعوا لها سمبليفايد فيرجن وقال لك مثلا يعني احنا بس لو البيشنت ده عنده كانسر ده هياخد نقطه, لو عنده كرونيك لانج او هارت ديزيز هياخد نقطه, لو البيشنت ده الهارت ريت بتاعه عالي هياخد نقطه, بلاد بريشر بتاعه واطي هياخد نقطه, لو هايبوكسيك هياخد نقطه. حاجات كلها لوجيك وداز ميك سنس ان هي اكيد البيشنت لو تايك كارديك هايبوكسيك وضغط واطي كل حاجه من دول هتاخد نقطه, اكيد البيشنت ده لو عنده كانسر هياخد نقطه, اكيد البيشنت ده لو عنده كرونيك لانج او هارت ديزيز هياخد نقطه. فحسب النقط دي كلها وقال لك ان اللي هياخد زيرو مفيش ولا نقطه من دول بوزيتيف ده هنقدر نقول ان هو المورتاليتي بتاعته قليله قوي في 10 سنين, واللي هياخد اعلى من كده ده السيفيرتي اندكس بتاعته عاليه. فقسموا يا زيرو يا اكتر يعني اي نقطه من دول لان اصل كل واحد فيهم حاجه يعني مشكله يعني الكانسر والستار بلاد بريشر والهارت كل دول اي نقطه منهم بوز كارد عشان كده حطوا سمبليفايد فيرجن حطوا الحاجات الموست كريتيكال. بس يعني ريسك سيرتيفيكيشن بتاع حاجه اكيوت بيعمل 10 سنين مورتاليتي بص هم عاملين حاجتين وقسموها حاجتين قسموها ان انت هو 30 دي مورتاليتي صح 30 دي في الان بيشنت يعني 30 دي مورتاليتي انا بس قريتها 10 دي كانت في السكور بتاع الثاني يعني. طيب احنا عندنا دلوقتي ريسك سيرتيفيكيشن بتاعنا خلاص احنا قلنا الهاي ده الاحمر ده هنسيبه تماما احنا دلوقتي خلاص احنا نوت هاي ريسك ده انترميديت او لو. اللو هيبقى ايه معناه ان اكيد البالمري امبوليس سيفيرتي اندكس ده هياخد زيرو واكيد البيشنت ده ما عندوش شوكر هاي بوتنشال واكيد البيشنت ده البايو ماركرز والايكو بتاعه ما عندوش ساينز اوف ار بي اكيوت فوليوم بريشر اوفرلود او افتر لود او ان البيشنت ده عنده تروبونيا او بي ام بي اي فده له ريسك خلاص ده انتهينا منه. الانترميديت بيطلع عنده انت بتحسب الثلاث حاجات لكل الناس يعني ما عدا الهاي ريسك خلاص مش هتحسب خلاص انت النوت هاي ريسك ده انت هتعمل له البيزي وهتعمل له البي ان بي وهتعمل له تروبوني اي بي بي وايكو بالظبط يعني كل ده لازم الاول بالزبط. يطلع نيجاتيف عشان اقول ان هو خلاص ده بالظبط كده بالظبط طلعوا كلهم نيجاتيف ده لو ريسك. طيب طلع البيسي دي طلعت بوزيتيف اي حاجه منهم بوزيتيف ده خلاص بقى انترميديت. طيب انا بقى عملت له البايو ماركرز والايكو لقيت الاثنين بوزيتيف الاثنين لازم بايو ماركر والايكو الاثنين بوزيتيف ده بيسموها اسمها انترميديت هاي ريسك. ولو لقيت الواحده منهم او الاثنين نيجاتيف من البايو ماركر او الايكو واحده منهم او الاثنين نيجاتيف ده بيسموه انترميديت لو ريسك. فهم حطوها خلاص يعني امثله بقى عشان مش بس نحفظ كده يعني واحد بيشن جاء سيتيك بارميوم بليزم وانا مش هاي ريسك ضغطه مش واطي ولا شاط فعملت له بروبابيلتي ستاتيفيكيشن طلع ان هو هاي بروبابيلتي فرحت اعمل له سي تي بارميوم انجيوغرافي على طول طلع بوزيتيف. رحت اعمل له ايكو تروبوني وبي ام بي فالبيشنت ده طلع بالبلمونري امبوليزم ستراتيفيكيشن اندكس البيشنت ده مثلا سي عنده كانسر فخد نقطه فده بقى بوزيتيف فده بقى انترميديت والبي ام بي وتروبوني والايكو طالعين هاي ريسك كريتيريا فده هيبقى بيسموه هاي ريسك انترميديت. لا والله الايكو طلع بوزيتيف بس تروبوني وبي ام بي طلعوا نيجاتيف يبقى ده انترميديت لو ريسك. لا طلع كله نيجاتيف البيشنت ده عادي جدا وكان ماشي بس جاله بارمي بليزم والايكو بتاعه كويس والبايو ماركرز كويسه فده بيسموه اللو ريسك. السامري في مانجمنت هو اللي انا كنت بقوله دلوقتي ان انت في كلينيكال سسبشن هبص في شوكه ولا هايبوتنشن في شوكه هايبوتنشن يس يبقى في دايجنوستيك الجوريثم اللي هو ان احنا نعمل سي تي بارميوم خلاص وهاي ريسك. لا والله ده نو يبقى خلاص هبتدي بروبابيلتي حسب بروبابيلتي هبتدي اعمل دي دايما او سي تي بارميوم انجي على طول وحسب القصه بتاعتي هعمل سبسيكوينت ريسك ستيفيكيشن بالبي اي اس اي والايكو والبايو ماركرز. في الاخر هيطلع لي اربع كاتيجوريز يا اما هو هاي ريسك من الاول يبقى ده على طول برايمري بيرفيوجن يا اما هو لو ريسك فده هياخد اورال انتي كوجليشن هياخد قصدي انتي كوجليشن عامه والديشارج هوم يا اما هيبقى انترميديت يبقى ده محتاج ده يو كان ديشارج لو ريسك ممكن تديله انتي كوجليشن وياخدها في بيته لكن انترميديت لازم يبقى فيه هوسبيتاليزيشن سواء هو لو ريسك او هاي ريسك. الفرق بين اللو والهاي ريسك في الانترميديت ان انت يو ار اليجيبل دي بقى النقطه الاكيده ان انت تدي ريبرفيوجن ترامبوليتك في الهاي ريسك انترميديت
وبيسموها هنا ترم جديد برضو ما كانش بيسموها ريسكو ريبرفيوجن ريسكيو ريبرفيوجن ريسكيو ريسكيو انترفين ريسكيو ريبرفيوجن في الاستامي دي كانت مشهوره حكايه ان البيشنت خسر كاينيز وفيت ريبرفيوجن بتخش تعمل ريسكو انترفينشن. هنا بيسموها ريسكو ريبرفيوجن ان انت مش نفس الليفل انفيدنس بتاع البرايمري ريبرفيوجن طول الوقت الهاي ريسك بس ستيل البيشنت ده ممكن في اي وقت يبقى الاستيج بتاعت الهاي ريسك زي نفس هم عملوها نفس الكونسيبت بتاع الاس تي ليفيشن ام اي والنستامي نفس الفكره ان انت 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 عندك وقت اكتر تنفستيجيت وعندك رفاهيه اكتر انك مفيش ريبرفيوجن بس ستيل هم دي ار جوينج فور انك لازم تريبرفيوز البيشنت ده غالبا هيتند ان يخش في السايكل اللي احنا قلنا عليه في الاول هم ضامن كولابس ممكن يخش بعد كده يبقى هايبوتنسيف وشوك. لا يا ابو زماش يعني هو بس كان في سام اوف اور بروفيسورز يعني بيدوا الستريبتوكوكينيز في الانترميديت هاي ريسك مش بغرض ان هم العيان هيخش خلاص في الكولابس او بس بغرض ان يحصل كومبليت ثرومبوليسيس فما يخشش العيان في كرونيك ثرومبويبوليك بالمر هايبرتنشن. ده ما فيش عليه اي كلام في الجايد لاينز. لا انا ما عايزين نسولنا بعدين افنس اوف ثرومبوليسيس ايه يعني هيفرق في ايه معانا الثرومبوليسيس. بس انا عندي سؤال في الانفستيجيشن قبل ما انا عندي سؤال بس في بقيه الانفستيجيشنز ايه اخبار ليك الترا ساوند وايه اخبار في كيو سكان انتحروا ولا لسه موجودين؟ الفي كيو سكان ده كان طبعا من الحاجات اللي كان عندي بس بصراحه هي اتحسمت مش من الجايد لاينز دي من قبل كده. الفي كيو سكان قالوا ان هي الاهم رول ليها في كرونيك ثرومبو امبوليك وان ما لقوش حاجه ممكن تبقى زيها غير السي تي المالتي ديتكتور سي تي فالانجيوجرافي في كرونيك ثرومبو امبوليك. في الاكيوت الفي كيو سكان تايم كونسيومينج ده رقم واحد. رقم اثنين ملوش اي سنسيتيفيتي سويس دي اعلى من السي تي فالانجيوجرافي في الاكيوت سيت فما بقاش ان احنا الفي كيو سكان اللي هو ده اللي افيلبل عندنا دي حاجه ثانيه لكن ملوش اي ادفانتج عن السي تي. بس لو افيلبل عندنا نعمله ولا نعمل ايكو خلاص؟ لا سي لا ما عنديش ايكو جايد لاينز ايكو مش في كيو مش في كيو سكان ففي كيو خلاص مش اكيوت مش اكيوت مش في الاكيوت سيت لا خلصت كده ال investigation لا والمانجمنت المانجمنت لسه هتكلم على كام نقطه في نقط بسيطه مش هتكلم في الديتيلز او في التشويس انتجريشن والديوريشن. يعني الرول بتاع الفلتر ايه اي بي سي فلتر ايه طب ايه الرول بتاع الاي بي سي فلتر في هما ايش هو لسه نفس الانديكيشن اللي كانت في الجايد لاينز القديمه ان هم قالوا ان البيشنت اللي عنده كونتر انديكيشن للانتي ليش ما هنخش هنعمل اي في سي فلتر او بيشنت بيجي له ريكرر بالمي امبليزما على فور انتي فيجليشن يعني هو البيشنت انتي فيجليتد وستيل بيجي له شاورز بالمي امبليزما فهضطر ان انا اعمل بريفنشن باي في سي فلتر. نفس الانديكيشن القديم ما غيروش فيه يعني ما غيروش في الاي سي فلتر هم التغيير بتاعهم كان عشان بس سمرايز النقط اللي هم غيروها عملوا في البروبابيلتي سكور عملوا ريفيجن عملوا سمبليفايد فورم عشان تبقى احسن في الابلكيشن عملوا سب سيكوينت ريسك سيرتيفيكيشن للناس اللي هو النوت هاي ريسك بقوا لو بقى انترميديت هاي ولو ريسك ودخلوا ترمينولوجي جديد اسمه ريسكيو ريبرفيوجن بقى خلاص ريجبل وبقى محطوط للناس الانترميديت هاي ريسك وهنقول لسه الانتي كوجيشن كده ان سمري ان هم زي ديت ابروف النيو اورال انتي كوجيشن هم رايفر 7 والابيك 7 والدبيجا ترن في في التريتنج مبقاش بس الفيتامين كي انتاجنس هو الوارفر ده الجديد في الانتي كوجيشن في التريتمنت يعني ان سمري هيبقى نفس التريتمنت اللي احنا ماشيين عليه بس حته الابروفال الجديد بتاع النيو انتي اورال انتي كوجيشن دول هم اللي ابروف اوريدي على في جايد لاينز دي. في اساس معلش في اي جايد لاينز العين يتحجز في انتس كير ولا في وورد؟ والله بص هم بيتكلموا هم دايما كلامهم هنا هوسبيتاليزيشن يعني هم اصلا عندهم الوورد ده مونيتور برضه وفي ساتوريشن بروبنج فانت مش محتاج انت بتكون بزنس مش خايف منه مثلا في بيتاك مثلا فاهم قصدي فهو عندهم كونسبت يعني هو كونسبت ما هو عندهم مونيتور ما عندهم يعني مش تكلفه على عيان مش تفرق حاجه في فهم بيتكلموا هوسبيتاليزيشن بس يعني اعتقد ان الهاي شوت فيشن لايفز ده اعتقد غير ما يقولوا مش هيبقى في الاي سي يو يعني في الاي سي يو يعني ما فيش حاجه فور يعني ما قريتش حاجه فيها يعني لايف. طيب دلوقتي دي الريكومنديشن فور اكيوت فيز ده تفاصيل اللي احنا اتكلمنا في الالجوريثم بس في جداول يعني ان احنا في الانتي كوجريشن بس انا عايز اقول نقطه اللي هي قديمه بس افكر بيها حته ان احنا عندنا البارنترال انتي كواجولانتس هم الانفراكشنيت هيبرين والانوكسافالين اللي هو لو مولكيولر ويت هيبرين
والفوندا برينوكس دول ستيل هم اللي موجودين وهم الابروفد وكل حاجه. بس زي قبل كده برضو هم مدين الناس الهاي ريسك يعني احنا ندي انفراكشنيتد هيبر ما نديش فوندا برينوكس ولا كليكسان او لو بريكويت هيبر. ومن اول انترميت ريسك انا اليجبل ان انا ادي الفوندا برينوكس واللو مليكويت هيبر. بس ده هو الحاجه الوحيده في البارنترال انتي كوجوليشن. بس في سبب يعني كده ولا عشان ما تجربش في الستاديز؟ والله اعتقد ان يعني الكلام اللي قبل كده في هو طبعا الريفرنس ساعتها اعتقد في الستاديز انا مش قلت ما جربش يعني. بس اللي اعتقد ان هم عشان الرابيد اونست اكشن والمونيتور كنترول ان انا اعرف مونيتور بي تي تي في الانفكشن. بس انا ما عنديش معلومه هم ليه قالوا هل مثلا كليكسان عشان بيشتغل بسرعه بس المشكله يمكن ما تجربش يعني ما فيش ايفيدنس عليه في محدش هو لغايه دلوقتي نفس الايفيدنس يعني نفس يعني انا ما عنديش معلومه دي مش كده انا حتى قريت الناس ما علقوش عليه هم اتكلموا ان هي دي زي الجايد لاينز قبل كده ان احنا ستيل واخد ليفل اوف انز اعلى الافركشن هيبرين عن الكليكسان والفوندا بارينوكس في حكايه الهاي ريسك. طبعا في حاجه اللي هي ان لو فشل الثرومبوسيس في البيشنت اللي هم الهاي ريسك والبيشنت لسه شوك ده انا اليجيبل ان انا اخش اعمل بيركتينيس كاثر دايركتد تريتمنت ان انا اخش ان انا اعمل زي ميكانيكال امبوليكتومي يعني للبالمري ارتش. حطوا بقى الناس البالمري امبليد وداوت شوك اور هايبرتنشن من انترميديت اور لو ريسك. احنا الانتي كواجليشن البارنترال احنا ابروفد اللو ليفل اوف كليكسان اللي هو الفوندا برينوكس ليفل اوف ايفيدنس 1 اي 1 سي وفي نفس الوقت الاورال في الاثنين في سواء في الهاي ريسك او النون هاي ريسك يا اما فيتامين كي انتاجنس هم الوارفرين وابروفد ريسنتلي خلاص الثلاثه الانتي نيوروناتكاليس المشهورين قوي رايبرسمان ابيكسابان والدابيكاتران دول ابروفد والمده دي بقى الديوريشن ما هي الديوريشن دي الديوريشن انتي كواجليشن فيز ما هو ده احنا كده هنبتدي في الفيز اللي كده فيز مع الاورال انتي كواجليس نوفل في الاكيوت فيز دي العدد الحاجات الثانيه ولا معايا الاول اسبوع على الاقل نفس القصه اهي الالتيرناتيف ده بيجاتران والرايبروكسابان في الاكيوت فيز ما هو كلهم بيتم الاكيوت فيز انت كده بتدي بارنترال او ثرومبوليتيك او بارنترال بس وبتعمل اوفرلاب معاهم بالاورال انتي كواجليشن الاورال انتي كواجليشن لا هو بعد اسبوع لا بعد اسبوع كلهم بعد اسبوع نفس الرجيم القديم نفس الرجيم اللي احنا بعد اسبوع من البارنترال انتي كواجليشن بعد اسبوع انتي الاورال انتي كواجليشن بنفس الطريقه اللي احنا بنعالج بيها بس هما they did approve مكان الوارفرين انت you are eligible انك تدي level of evidence 1B في كلهم الرايبروكسابان والابيكسابان والدابيكافران. بس انت في حالة انك لما تستخدم الوارفرين بتعمل اوفرلاب كمان 3 او 4 ايام بالظبط بينما الاثنين التانيين ما اعتقدش ان في اوفرلاب لان ما فيش التاني ده كان اوفرلاب عشان حته الديبليشن بتاع البروتين سي يو اس هنا ما فيش القصه دي لكن لازم تبقى برنترال يعني ما ينفعش مثلا البيشنت تبقى على طول سبع ايام لازم برنترال في الاول وخاصه اللي مهم قوي ان هو الناس اللي هتجيب ترومبوليتك لان انت الترومبوليتك هيزود ترومبل ليفل والترومبل ليفل لازم تدي حاجه انتي ترومبل والاورال دول الاورال دول كله مش انتي ترومبل الدايركت فاكتور تاني الوحيد الدايركت ترومبل انهبيتور هو الدابيكاتران بس معلوش راي ان احنا نريبليس برنترال يعني فما اعتقدش هو برنترال زي الفيفوكودايتس هو ينفع فيفوكودايتس ندي اورال انتي بايوتيك لا هندي برنترال ففي الاكيوت بانيك لازم هندي برنترال مكان ريبليس باورال دي هتبقى اكسب فاعتقد ده كونسبت في الميديسن مش فارمي بزنس. الديوريشن اوف انتي كواجليشن ما غيروش في الديوريشن هي الديوريشن انتي كواجليشن سيمبلي هم الكاتيجوري بتاعت العيانين كالاتي هم بيكلموا ان لو بيشنت جاي بيبروفوك فارمي بزنس هو معظم العيانين اللي بنشوفهم اللي هو بيشنت اتكسر او ايموبلايزد او ايا كان السبب وجاله فارمي بزنس او كان في كاست واحد صغير وجاله كان محطوط متجبس وجاله دي في دي فارمي بزنس ده خلاص بعد ما اشيل كاست واديله الانتي كواجليشن بتاعي همشي 3 ل 6 اشهر وهوقف خلاص بقى البروفوكيشن بتاع البارمبليزم خلاص راح وانا عملت له كفرج البيريود دي اللي انا اديته 3 6 اشهر انتي كواجليشن فخلاص انا اليجبل ان انا اوقف بعدها. الكاتيجوري الثاني اللي كان عليه ديبيت هو الناس اللي بيجوا انبروفوكت ان البيشن صغير في السن وبيتحرك وبيروح وبيجي وجاب شيجن ديسنيا وشخصه البارمبليزم ده كان عليه ديبيت ولغايه دلوقتي الديبيت موجود هل ندي فور لايف ولا هندي بارمي برضو انتي كواجليشن لمده 6 اشهر؟ قالوا الاثنين صح ما ادوش لحد ايفيدنس اعلى قالوا فيرست تايم انبروفوكت ستيل انت اليجبل طالما هما بس قالوا ان احنا ممكن نعمل ورك اب ان احنا نعمل بتاع الثرومبوفيليا ان احنا نكتب الفاكتور 5 ليدن ونشوف البروتين سي يو اس ليفل ونشوف هل البيشنت ده عنده اصلا لايبيلتي للثرومبوفيليا ولا لو ما عندوش ثرومبوفيليا دوكيومنتد
يبقى انا مش اليجيبل ان انا ادي فور لايف او لا من اول مره امبروفوك. طب لو واحد جاله الحاجه اللي اتحسمت خلاص ان ثاني مره امبروفوك ده لازم فور لايف. الحاجه اللي ما ربطوش بين الريسك بتاع العيان لما بيجي لي بالمي بليز من حته الديوريشن، يعني كان في كونسبت ان البيشنت اللي يجي لي بهاي ريسك انا لازم حديه اللي جالي شوت مره حديه فور لايف، ما ربطوش بين السيفيريتي بتاعه البالمي بليز وبين الديوريشن. اخر حاجه اخر كاتيجوري هم ناس عندهم كانسر. الناس عندهم كانسر قالوا مبسوطين فيهم واللي كانوا قدام برضو مش في الجايد لاينز دي ان احنا انتي بريشن مش هينفع بقول لازم باللوم ريكروت هيبن لازم، يعني لازم هيبقى فليكسان. قالوا فور لايف طبعا ان غالبا الكانسر مش هيبقى كيورد الا لو كيورد نكمل بعد ما يبقى كيورد 3 6 اشهر. ف يعني ندي اكزامبل لو واحده بتاخد او سي بي وجالها دي في تي ده يعتبر بروفوك، فده هنوقف او سي بي وهندي انتي بريشن 3 6 اشهر وبعد كده وقت. طيب واحد عادي هيلثي ولد وبيتحرك وبيروح وبيجي جاله فالمينج بريزم ومش لاقيين حاجه، هنعمل انفستيجيشن سريع للترومبوفيليا لقينا مفيش عنده ترومبوفيليا هنادي 3 6 اشهر ده صح او فور لايف ده صح برضه. تاني مره يجيله لا لازم امشي فور لايف. اخر حاجه واحد عنده كانسر يا اما يخف واكمل بعدها 3 6 اشهر يا امشي فور لايف بس لازم ياكل كسان مش بقول انا كده. وايه الوضع في الناس اللي عندهم بروتين سي او بروتين اس ديفيشنسي؟ فور لايف ايه اورا 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 اعتقد الورفرين يتاكد يعني المعلومه اللي عندي انا المعلومه اللي عندي ان هم قالوا القصه كلها بقى هو بروتين سي اس وورفرين بيقللوا بس قولين هو دي ديبيتد فانا هشتغل بالميكانيزم الثاني بتاع الورفرين هو دايت فيتامين كي وقال الانتي كوجنيشن فاكتورز الاربعه اللي هو بيقللهم يعني فيتامين كي ديبند باث واي في الكوجنيشن فاكتورز. في حته كلتها علينا يعني الثرومبوليسيس دلوقتي انا عايز اعرف ايه الثرومبوليس اللي يتاخد اللي ابروف وايه الفاليو اوف ثرومبوليس؟ هل هو بيقلل المورتاليتي ولا بس بيحسن بيقلل الهوسبيتاليزيشن تايم ولا ايه بالظبط؟ هو ثرومبولايسيس هو ثرومبولايسيس ستيل ستريبتوكنيزيس ابروفد بس التي بي اي خد ليفل اوف ايفيدنس اعلى المره دي بس هم طبعا عندنا في مصر اعتقد هيبقى الستريبتوكنيز اكسبتبل ابروش. الحاجه الثانيه طبعا مورتاليتي بنفيت يعني هو مليون في المية الهاي ريسك مورتاليتي. الانترميديت انا ما قريتش يعني انا ما اعرفش هو ما بيزد عليه بس اعتقد برضه مورتاليتي ان اعتقد الليفل في ايدنس 1 ده بيبقى مورتاليتي ما بيبقاش موربيديتي. يعني اخر معلوماتي في الهاي ريسك ده اللي هو اللي كنا زمان اللي فيه ار في هايبوكاينيزيا ده ان هو مش مورتاليتي بنفيت ان هو كان بيبقى عشان كده كان في اوبشن تدي ولا ما تديش. هي كانت المشكله كلها ان هو بيحسن اللي هو الانترميديت هاي ريسك ان هو بيحسن ان هو بيسرع الكيور بيسرع يعني بيقلل الهوسبيتاليزيشن تايم ده اللي انا فاكره يعني مش في الهاي ريسك عشان كده هي اوبشن هي اتس نوت ا ماست كده هي اوبشن فما اعرفش انا ما عنديش معلومه دي انا دي ما عنديش في الانترميديت هاي ريسك دي هل فعلا مورتاليتي موربيديتي بس انا ممكن ابقى تشيك بس انا ما عنديش معلومه فعلا. والدوز برضه 250000 الاول وبعدين 100000 نفس الدوز في الاسبتوكنيز نفس الدوز الاكسلريتد بروتوكول هو ساعتين نفس الدوز اللي هي الاكسل اللي هو على خلال ساعتين مش 24 ساعه اللي في خلال ساعتين هو مليون وحده مليون ونص وحده على في خلال ساعتين اكسلريتد بروتوكول ده البروتوكول الجديد من جايد لاينز اللي فاتت. ده مرضوش ده العيان هاي ريسك يعني ما ده عيان جاي شوب له يعني مش هتستنى 24 ساعه يعني ده اللي كان الاول بالظبط. طب هو بص مع هيبرين.
فده اذا مصر يعني هو لو كان في الانترميديت ريسك بيتاكد اه ده اهم كمان يعني بيزيد ريسك الهايبر كوجابيلتي مع ثرومبولايز. خلاص بس طب شكرا خلاص انا كده خلصت خلاص انا يعني لخصت كل اللي فاضل ثانك يو فور ذا لا من اول انترميديت لو ريسك ما بياخدش خلاص انتي كوجيشن بس لكن الهاي ريسك انترميديت ده بياخد ثرومبولايز دكتور عادل شغاله كنت ذكرت حاجه شفناها في الاسم. ممكن نحكي القصه بتاعتها ونحاول نطبق عليها دلوقتي احكيها. هو البيشنت كان نون هاي ريسك نون امبوليزم كان انترميديت ريسك يعني لا احكي لنا قصته احنا نشوف الدوله عيان جاي ديسنيا وكان سنه كام؟ كان 63 سنه هايبرتنسيف جاي ديسنيا وكان عنده هيستوري اوف ديفتي قبل كده. من امتى ديفتي؟ من سنتين. وكان جاي ديسنيا كان نون هاي ريسك بس كان انترميديت بروبابيلتي عشان كان عنده ساينس تاكيكارديا ونزل على الايكو. البلاد بريشر بتاعه كان كام؟ لا ما كانش شوك البلاد بريشر بتاعه كان 120 على 100. هو اصلا هايبرتنسيف؟ لا بس هايبرتنسيف كان ضغوطاته قبل كده يعني هو كان متابعها ما كانت في رينج 130 140 تمام يعني ما كانش بتشوف كنترول يعني ماشي عشان بس نحاول نطبق الجايد لاينز اللي اتقالت يعني ما كانش بلاد بريشر 160 بقى 110 او 120 زي ما بتقول يعني هو كان كنترول انت هتبتدي الميديكيشن عملنا سي تي طلع فيه كانون امبوليزم ايه السسبشن اللي هو بس الديسني وساينس تاكيكارديا اللي خلتك تفكر في الهيستوري اوف دي في تي ما هي كانت توكسيك صح؟ هيستوري اوف دي في تي من سنتين من سنتين يعني هو عنده هيستوري اوف دي في تي وعنده تاكيكارديا وعنده هايبوكسيا وعنده هايبوكسيا وهايبوكسيا كمان فاحنا كلينيكالي كنا سسبكتنج ان هو كانون امبوليزم عمل سي تي طلع الاول ايه وعمل الاول ولا السي تي الاول؟ لا عمل السي تي الاول طلع يعني انا بسال للاسف ممكن الناس تبقى عمل السي تي طلع فيه كانون امبوليزم فبقينا في الديسيجن ان احنا ان هو انترميديت ريسك فاحنا بقينا في الديسيجن هو مش هاي ريسك فاحنا بقينا في الديسيجن ما بين هل هو انترميديت ريسك يعني ستيل عندنا اوبشن اوف ثرومبوليسيس طبعا ما عملناش بي ان بي ولا حاجات الثانيه بس نزلناه عمل ايكو فالايكو طلع ار في هايبوكينيزيا والار في سيستوليك بريشر 90 فاحنا دخلناه السي سي يو وادينا له ثرومبولين غير ثرومبولين بقى ما عملناش او ما عملناش بقيه الحاجات انا ما اعرفش البيسي احنا ما قسناش ال البيسي دي برضه عاليه قوي غالبا حاطط لازم واحد منهم ده لازم لو الهايبوكس دي مفصله بعد الثرومبولس احنا عملنا له ايكو ثاني بعد الثرومبولس كان الجريدينت نزل ل 40 او 45 حاجه زي كده هو الفيشنت امبروفد بعدين يخرج الثرومبولس على انهي ريجيم على سريع السؤال هو ما عملناش تربون هل كده غلط بقى يعني هو الحاله دي بالظبط احنا يعني هو بيشنت جاي بشكل من ديسنيا وعنده هيستوري دي في تي فانا سسبكتنج انه بالمر بليس استلو الضغط بتاعه ما عنديش بريفيس ريدنج بس هو مش شاط ما عنديش بريفيس ريدنج فهو مش هاي ريسك بس البيشنت ده عنده تاكيكارديا عنده هايبوكسيا عنده بريفيس هيستوري دي في تي البيشنت ده انا البروبابيلتي بتاعتي على الاقل 3 على 4 فهو لايكلي فانا مش هعمل دي داين انا على طول اي ويل جو فور سي تي بالمر انجيوجرافي فطلع ان هو بوزيتيف بالمر بليس انا هبتدي اعمل خلاص هو ده نوت هاي ريسك بس انا عايز اعمل سبسيكوينت ريسك سيرتيفيكيشن اشوف هو انترميديت هو غالبا هو طبعا بالبي اس اي ده اكيد انترميديت طب ازاي تحسب البي اس اي ده قالوا الثلاثه المشهورين قوي بالمر بليس تيك كارديو والهايبوكسيا والبلاد بريشر هو تيك كارديو هايبوكسيا فخلاص هو واحده منهم بوست دي وطبعا البريفيس دي في تي ده نقطه والكرونيك لانج وهارت ديزيز ده نقطه والكانسر ده نقطه هو عنده اوريدي التايك كارديا والهايبوكسيا ده نقطتين فهو دخل انترميديت من الاول من كلينيكال سسبشن هو هاي بروبابيلتي وباي انترميديت ريسك عملت له بعد كده ايكو كارديوجرافي طلع ان في فوليوم بريشر قصدي بريشر اوفر لود او يعني افتر لود عالي على الرايت فينتكل وفي بوزيتيف ماكونال ساين في هايبوكينيزا في البيز والميد سيجن بتاعت الرايت فينتكل فده معناها ان احنا بنخش تنشن عالي على الرايت فينتكل بنخش في اكيوت ار في تي هو المفروض طبعا خلاص هو انترميديت وميال اكتر للباي هاي ريسك بس طبعا عشان ابروف اكتر وببليفل ايفيدنس ان انا بي ام بي وتروبونين بس هو حاجات جايه هو تروبون افيلبل بي ام بي هو اللي غالي والفيلبي بتاعته قليله فلو عملنا تروبون وطلع بوزيتيف اعتقد ان هو بالنسبه لنا في مصر وبالنسبه للفيزيبيلتي بتاعتنا اعتقد ان هو هيبقى اليجبل بالنسبه للجايد لاين بتاعتنا هو هناك روتين بيساوي بي ام بي والتروبون كريس سيرتيفيكيشن بس اعتقد عشان نبقى برضو يعني لو ما فيش بيست شويس في السكند بيست شويس هو ان احنا على الاقل نعمل تروبون و كارديوجرافي طب هو ده بيبقى ايه
فهم لو طلعوا الاثنين مديني حاطين الكاتيجوري بتاعت الهاي ريسك انترميديت اعتقد هيبقى اليجبل للفروم ثرومبولايسيس. اعتمد على احنا عملنا البي اس اي وال عندنا ستريبتوميزم بس على هذا الاساس بس ما عملناش الخطوه والافضل بتاعنا. شكل بتيجي ان الناس اللي هي سسبكت فيها بالمرض دي هي ناس حالتها متأدله من لاسباب اخرى وضغطها واطي لاسباب اخرى وعندها رينال امبيرمنت برضه لاسباب اللي مثلا حاله نادين من اللي هي الست دي يعني جايه بيريتونايتس اصلا كانسر اوبري وديسيمينيتد و هايبرتنشن واسايتس رينال فانكشن امبيرد فالتروبونين بقى ما بقاش مش رابون تاكي كارديك من اسباب اخرى ديهايدريتد يعني فحساب الريسك بالطريقه دي يعني لايبل تو مشاكل وفي نفس الوقت اعطاء ثرومبولايسيس بيكاري ريسك خصوصا في البوست اوبريتيف سيتويشن وفي مسؤوليه جنائيه لو انت اديت العام وبعدين جاله سيريبرال او بعد السيريبرال انفاركشن والعيان عندك سسبشن بيرفورمنس بليزم والراجل عنده انفاركشن لو اديت ثرومبولايسيس هيتحول الانفاركشن الى هيموراجيك انفاركشن بيبقى يعني انت ماشي على البروكو مش عيان ايديال وبعدين عنده تاكيكارد يبقى بارمان ولا ده هو عنده كارد اسباب اخرى. هو طبعا يعني كلام دكتور حلو يعني صح مليون في الميه لان هم في الجايد لاين الصراحه عاملين حساب النقطه دي في حاجه هم بيقولوا ان اي سكورنج سيستم انت ما يغنيش عن الكلينيكال سسبشن. اشهر مثال كان دايما الناس بتبقى واحنا كنا بنقع فيه حته موديفايد دوكس كريتيريا في الدايجنوست بتاعت الاكيوت انفكتد بروديكتس. لو بيشنت ستاندست لوبس وجايه بليج ماساكس ان بروديكتس هتطبق عليها الدوكس كريتيريا هتلاقي انفكتد بروديكتس وهي مش انفكتد. فهي كريتيريا دايما في شرط ليها ان انت لو مفيش بروبر اكسبلانيشن كلينيكال للكريتيريا دي يعني واحد اناميك او اكيد عنده اكيوت بلاد لوس وجاي في سايكارديا ما ينفعش اقول عليه ان ده تايكارديا في بامري انفليس واحد هايبوكسي عشان هو سي او بي دي ما ينفعش اقول ان هو ده هايبوكسي عشان هو بارمي بليز واحد كونجست وعنده ليفت سايد هارت فيلير وهايبوكسي ما اقدرش اقول ان البارمي بليز هي اللي عامله الهايبوكسي. فدي الاوفرلاب ده طبعا ما هو عشان كده ما هو لو 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 هم جايد لاينز دي كان ينفع يطبقها اس سمبل از ذس ومش محتاجه دكاتره يعني محتاجه ممكن التمريض يعملوه لكن هي محتاجه ان حد طبعا في برين ستورمنج ونفكر فيه. الثرومبولايسيس طبعا طبعا عشان يطبقها عشان كده هم دايما بيقعدوا يعملوا مشكله عشان يقارن ايديو ما بيديش لان هي طبعا ليها كونتر انديكيشن كتير وحتى ايفن في الناس الكونتر انديكيتد الناس ما عندهمش كونتر انديكيشن بيحصل منها مشاكل فعشان كده دايما بيحاولوا يعملوا ناروينج جدا اللي هو الترند بقاله فتره. والمشكله الكبيره ان هي البيشنت اللي عندهم هاير ريسك اوف بليدنج هم اللي عندهم هاير ريسك سكيما وكومبليكيشن يعني هم نفس الكاتيجوري هم دول اللي بقى يعني هم دول البيشنت اللي بنتين نخش في مشاكل في الاكيوت كرايس دروب ندي جلابتين تو بي اس 3 ولا الديبيت الجديد هل نحط رايبروكسيمال مع التريتمنت بتاع سمول دوز في الكيكوري سندروم اديه ولا ما اديهوش. هم نفس الريسك اللي عندهم هاي بليدنج ريسك هم اللي عندهم هاي ثرومبوفيليك ريسك فهي نفس المشكله. هل في مجال لللوكال ثرومبولايسيس يعني تحط اثرك في بارمر ارتي وتدي ثرومبوليتيك ايجنت واذا كان في ميكانيكال ثرومبكتومي يعني ساكشن اسبريشن ثرومبكتومي اي اثر تنفع في البرمونر ارتيز لانها طبعا الثرومبس بيردن اكبر بكتير قوي من اي شيء احنا بنقابله في الكورونر ارتيز. هو اللوكال ترانسكاستر ثرومبوليسيز هم كاتبينه بس مش مدينه يعني هم كاتبينه في الفول ارتكل ان هو ممكن يبقى اوبشن بس مش مدينه عن الاي دي سيستميك ثرومبوليسيز ايفيدنس نوع القسطره اللي بتستخدم انا ما اعرفش نوع القسطره يعني الدايبر سي والاكسبورت دول مش عارف عليها اكيد اعتقد هم انا ما اعرفش بصراحه ولا هم بس يعني اعتقد هم قصدهم ان هو بيعمل ديستربشن للفراجمنتيشن الثرومبس اكتر منها بنسحب اعتقد هم قصدهم يعني ميكانيكال ترانس
كاثري ديوز فراجمنتيشن ثرومبس نيبل بتبقى قافله مين فلو حتى لو فراجمنت راحت الديس يعني نخليه بدل ما يبقى هاي ريسك يبقى انترميديت ريسك وكمل بقى بالميديكال تريتمنت بتاعي يعني اعتقد هم اظن كده بس ما مش يعني انقذهم من اكيوت فاسكولار لا لا اعمل بس ميكانيكال ان انا افتح تراك مش ان انا اسحب الثرومبس لانه مش يعمل حاجه زي النور فلو بتاعت الكورونريز يعني اللانج اللي هي دم سيركليشن برونكل وبالمونري فاللانج نفسها مش هيحصل لها انفكشن لكن هيحصل على الاقل تخليها ديستر يعني على الاقل لو في ثروم تبقى ديستر شويه تاخد لوبز اقل او ممكن حد يحسنها في النقطه دي لان عشان سنه جت لنا عيانه عيانه الدكتور مش العشاء الله يرحمه كانت ريكورنت بالمونري امبوليزم وكان في مره من المرات ارستد والجراحين فتحوا لها صدرها وفتحوا بالمونري وشالوا من الثرومبس ده اوبشن الوحيد فبرضه موضوع انها تتشال القسطره على الاقل حتى نبقى محضرين القسطره فحد من الشباب محضرين هنا القسطره على الاقل تبقى عندنا واحده بس السيرجيكال امبوليكتومي واخد كلاس والترانس كاتتر مش يعني لحد دلوقتي ما هوش واخد يعني الجراحه لسه ما زالت اه السيرجيكال امبوليكتومي فين الديفيشن بتاع تريندنج اوبريشن اللي احنا كنا بنذاكرها زمان في الاكيد يعني السيرجيكال واخد كلاس 1 في العينين الكونترا انديكيتد فيهم والبيركوتينس كاستر دايركتد تريتمنت واخد 2 ايه اللي مش هينفع فيهم ده ولا ده يعني لو واحد ما ينفعلوش الثرومبولايسيس ها بس هو الجراحه مش هتتعمل طبعا بالظبط هي الفكره هي الجراحه عندنا كل واحد هاي ريسك وشورت بتاعته دي سيرجي طبعا ده وبعدين كل واحد ده غالبا هيكون الانليس كونترا انديكيتد غالبا هيكون واخد ثرومبولايسيس فغالبا مش هينفع له انا بس في حته انا كنت نسيت اقولها في الريسك ستراتيفيكيشن هو عشان احط انترميديت ريسك هو ايكو او سي تي يعني مش بس ايكو السي تي لو لقينا في سيجمنتال ما بتتقسمش المين رانجز لو في اف المين رانجز وفي سي تي الريبورت المفروض بيطلع ان هو بيحسبه الار في اوفر لود يعني هو اللي الار في فيه هايبوكينيزيا هو اللي بيقدر يحسبوها برضه في السي تي فالمفروض يكتبوا ريبورت عليها الار في هل في الار في فيلينج ولا لا وبيكتبوا مكان الثرومبس لكن في حاجه في ريسك سيرتيفيكيشن على مكان الثرومبس جوه البالمونري تري المين برانشز قالوا مين برانشز المين برانش المين ترانك او المين برانش تخليه زي الايكو ايكويفالنت بالظبط زي الايكو اللي هو الهاي ريسك الهاي ريسك كريتيريا يعني البيشنت ده عشان بس دي برضه حطوا سي تي في الجايد لاينز دي حطوا سي تي الكريتيريا بتاعت الامبروس والكريتيريا بتاعت الار في افتر لود محطوطه في الكريتيريا اللي هي انترميديت هاي ريسك او لو ريسك انا بس كنت عايز اكد على نقطه ان احنا وي هاف تو سسبكت بالمونري امبوليزم طبعا لان دايما المشكله بالمونري امبوليزم بيبقى ميزد فالعيالين اللي عندهم ان اكسبليند ديسنيا او بالذات ان اكسبليند ديساتوريشن يعني بالمونري اديما او الهارت فيلير عمره ما بيعمل ديساتوريشن غير لو العيان في اوفر بالمونري اديما فما يجي لك عيان مثلا هارت فيلير الكلاسيفيكيشن بتاعه لو او حد سسبكتنج هارت فيلير او عيان ما عندوش اي كلينيكال داتا قبل كده والساتوريشن لو حاجه و80 او حاجه يو هاف تو سسبكت بالمونري عشان تعمل انفستيجيشن وتطلعها وللاسف ان الكرايتيريا لما عملوها سمبليفايد شويه انا بتهيالي الكلينيكال سسبشن ستيل لازم نعتمد عليها انا العيانه اللي كانت عندي اللي كانت جات لي في العبور دي كان عندها انكسبلين ديسنيا هي يونج فيميل انكسبلين ديسنيا كده قاعده قدامي وعملت انها مفيش اي سبب انا قلت يمكن سايكك ولا حاجه وقعدت احاول اخد منها داتا عندها اي بروبلم ما لقيتش اما عملت لها اي بي جي طلعت ديساتوريتد شويه حولتها على الدمرداش وقلت لهم عندي انا سسبكتنج بالمونري امبوليزم لو سمحتوا عايزين نعمل انفستيجيشن فعملوها لو مشينا بالجايد لاينز هيساعدها كانت تاخد ثلاثه لان انا ما عنديش اذر ان اكسبلانيشن فور البتاع فاحنا عملنا لها دي دايمر طلع نيجاتيف طب وليكو ليكو امروري ما نحاول حضرتك فهو المفروض ان يعني لو احنا مشينا بالكرايتيريا الجديده انها تاخد واحد وليكو طلع نيجاتيف خلاص ما عندهاش حاجه بس انا قلت انه طب انا عايز اعملها سي تي فهمنا انجو فقالوا طب احنا هنعمل ايكو الاول فطلعوا العين عملت ايكو طلع نورمال فكلموني قالوا لي ايكونوم قلت لهم معلش انا ما عنديش العيانه قاعده قدامي اتريست ديسني والساتوريشن بتاعها 90 يعني ايه طب يعني ايه التفسير ما هياش سايكاتريك حاجه ايه التفسير يعني فقلت لهم معلش اعملوا لي سي تي بالمونري انجيوجرافي عملت سي تي بالمونري انجيوجرافي طلعت بالمونري انجيوجرافي ازاي تكسبلين الحاجات النيجاتيف ما اعرفش هي احنا ما عندناش 100% يعني برغم كل ده احنا ستيل هم كاتبين ان لو سي تي بالمونري طلع نيجاتيف وانت كلينيكالي ستيل سسبكتنج انت يو هاف تو ديك مور
يعني ما هيش ما ينفعش انك خلاص خلاص دي العينه ما فيهاش حاجه، لان انا عندي ايفيدنس العينه فيها مشكله. ممكن انتستيشن بامري فايبروس ممكن وكده عشان تطلع ما كانش السي او 2 عالي نفس بالظبط. طب مشيت على ايه عادي على على حددت لك الكسان الاول وبعدين وفر هي بتاعي عدى زمان هتوقفت انا سافرت يعني السياره قلت لي 6 شهور هو سيمبلي يعني دي اخر حاجه بس البالمري امبوليزم سيمبلي اي عيان جاي بالشكل من ديسنيا والكلير تشست وما عندوش اي تشست ديزيز لازم سبتيك بالمري امبوليزم. في ديزيز كده لو احنا يعني مش داخل على العيان وحاط في دماغي ان انا لازم اكسكلود دول بتبقى ميزة. اشهرهم البالمري امبوليزم والتامبونات. لو انت مش داخل حاط ان ده ممكن يبقى في العيان ده يمكن يعني ميس تامبوناتيشن بسهوله جدا. لو انت مش حاط في دماغك ان انا لازم اضل انا حاطط في دماغي الديفرنشال دايجنوز ده والبالمري امبوليزم نفس القصه. اي ديسني وكلير تشست تمام والاكزامينشن وزي ما الدكتور عادي بيقول كده مفيش حاجه يعني البيشنت ما بيشتكيش من حاجه وهو اكيوت سيتنج ده مره واحده ومش لازم نعمل دي في تي ومش لازم اي جي في عالي ولا حاجه بس هو ممكن البالمري امبوليزم. بس انت دي في الجايد لاينز كان يعمل لها لا هي في الجايد لاينز بصراحه هي طالعه بره لان طبعا دي دايمر مع السيمبليفايد عشان ده اتقلت قوي من السيمبليفايد لان هو خلوها تاخد واحد فهي كده هتاخد واحد يبقى الحل انك تعمل لها دي دايمر طلع نيجاتيف خلاص باي باي. هي الدي دايمر المفروض يعني هو مش عامل حساب ان احنا عندنا معالج انا ما اعرفش ما هي دي ممكن مشكله ثانيه ربما يكون دي دايمر سنسيتيف جدا اي ترومبس بتتكلم عن دي دايمر باص انا فكرت ان هو نيجاتيف يعني ده فرجمنتيشن دي دايمر اللي هو الباثوجين ساعته هو فرجمنتيشن بصي ولا نيجاتيف ولا بالفاليو يعني طلعوا خلينا باص لا ملوش فاليو هو ليه فاليو هو ليه فاليو لا قصدي هو ملوش فاليو ملوش هنا رقم هم قالوا جاست بوزيتيف هو اهميته يبقى نيجاتيف كده بالظبط. فطبعا المعمل ده طلعه نيجاتيف مشكله عظيمه. خلاص انا هنهي خلاص المحاضره يعني ارجو اكون وفيت الجايد لاينز الجديده وغطينا باذن الله الجايد لاينز بتاع الاكيوبمنت بليز 2014. شكرا جزيلا. يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله عندنا ايه الثلاثاء الجاي.